أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن رسالة وزير الداخلية الميسري وإعلانه رفض الحكومة أي حوار مع المجلس الانتقالي. قال وزير الداخلية أحمد الميسري إن الحكومة لن تتحاور مع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. ذكر في تسجيل صوتي أن الحكومة ستحاور الإمارات التي تعد طرفا مع الحكومة في النزاع الذي جرى جنوبي البلاد، مؤكدا أن ذلك أمر محسوم. وجدد الميسري التأكيد على أن الحكومة ستعود إلى عدن بالحرب أو السلم ولن تتركها لمشروع التفتيت والتقسيم. أضاف أن قوات الجيش قادرة على أن تبسط سيطرتها في عدن خلال ساعات، مذكرا بما حدث الأسبوع الماضي قبل أن تتدخل الإمارات بمقاتلاتها الحربية. كيف ستتعامل السعودية مع رفض الحكومة الدخول في أي حوار مع الانتقال الجنوبي؟ وهل ستتجاوز الشرعية اليمنية الضغوطات وتتمسك بشروطها قبل الدخول في أي حوار؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. لم يتم ولن يتم الجلوس مع ما يسمى الانتقالي على الإطلاق، على طاولة حوار على الإطلاق نهائيا. هذا أمر يعلم الجميع أنه محسوم بالنسبة لنا، أمر محسوم بحسب وزير الداخلية أحمد الميسري. لا حوار مع ما بات يعرف بالمجلس الانتقالي، وإذا كان لابد من حوار فسيكون مع دولة الإمارات التي تعد طرفا في النزاع الذي جرى مؤخرا مع الحكومة، لأن الانتقالي وقواته ليس إلا أدوات للإرادة والمشروع الإماراتي في جنوب اليمن. تسجيل صوتي للميسري أكد فيه أن الحكومة ستعود إلى عدن سواء بالحرب أو بالسلم ولن تتركها لمشروع التفتيت والتقسيم. حول قدرة الشرعية على استعادة عدن من قوات الانتقالي، أكد الميسري أنها تستطيع ذلك خلال ساعات، مذكرا بهزيمة الانتقالي قبل تدخل الإمارات بمقاتلاتها الحربية وقصفها قوات الجيش وتقديمها خدمة لميليشيا الحوثي بحرفها جهود الشرعية. يجب أن يعلم الجميع أننا أصحاب مشروع وطني، وأن القضية الجنوبية لن تعمم عليها مشروع القرية. أن مشروع القرية هو مشروع قدر ومشروع قزم ومشروع لا يتسع لها الوطن، شبيه بالمشروع السلالي الذي في صنعاء، لا فرق بينهما رغم أنهما من مشكات واحدة. تأتي تصريحات الميسري بعد وصول وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي إلى جدة للمرة الثانية استجابة للدعوة السعودية من أجل إجراء حوار بين الشرعية والانتقالي لإنهاء الأزمة في عدن. رفضت الشرعية من قبل أي حوار قبل انسحاب الانتقالي من المناطق والمدن التي سيطرت عليها، واليوم جددت ذلك على لسان الميسري، وتطور الأمر إلى رفض الجلوس مع الانتقالي باعتباره أداة خارجية ليس إلا. يرى مراقبون أن الموقف التفاوضي للانتقالي صار أضعف بعد تدخل مقاتلات التحالف دفاعاً عنه، والتي كشفت أن المعركة في عدن هي معركة بين أبو ظبي والشرعية، وهو ما تحاول الأخيرة تأكيده وتدفع بإثباته. لم تراوح القضية اليمنية مكانها من مفاوضات إلى أخرى ومن حوار إلى آخر، وعلى الأرض لا جديد غير المأساة المتراكمة والدولة التي تتلاشى لصالح الميليشيات شمالاً وجنوباً. متاهة وصلت إلى مستوى المفاوضات البينية داخل معسكر استعادة الشرعية. تركت ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل ممارسة عبثها وجرائمها، فيما تفرغ التحالف لأدوار إثارة الخلافات وإدارة المصالحات داخل المناطق المحررة. لنقاش أوسع ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلا بك معنا أستاذ عبد العزيز. تحية لكم ولضيوفكم الكرام. بداية، كيف تعلق على الرسائل الأخيرة التي جاءت من قبل وزير الداخلية الميسري حول رفض الحوار مع الانتقالي وأيضا مطالبة الشرعية الحوار مباشرة مع الإمارات؟
أولا التصريحات النارية عادة تسبق أي محادثات أو أي مفاوضات من باب رفع سقف المطالب، لكنها لا تحل المشكلة، يعني في نهاية المطاف لا تحل المشكلة بل تزيدها تعقيدا، خصوصا إذا قوبلت بتصريحات من الطرف الآخر أو تصريحات نارية. فحتى الآن الانتقالي لم يرد تصريحات نارية، هو منصاع أو موافق على المفاوضات، لكن أعتقد أن الكل فاقد للأهلية سواء الشرعية أو الانتقالي، سوف في نهاية المطاف سوف يجلسون على طاولة المفاوضات أو سوف يتم التفاوض بشكل غير مباشر كون الطرفين فاقدين للأهلية. نعم نعم، كيف يمكن لك أن توضح لنا بأن الطرفين فاقدي الأهلية؟ هذه حكومة يعترف بها العالم، حكومة شرعية معترف بها من جميع دول العالم، لماذا يعني علقت بأنها فاقدة الأهلية؟ فاقدة الأهلية لأنها حكومة منفى، والاعتراف لا يقدم ولا يؤخر. العالم كله يجلس مع الحوثي كونه يعني في أرضه وبين جمهوره إذا جاز التعبير. في نهايه المطاف الحكومه تقيم في السعوديه، وبالتالي سوف تخضع يعني لضغوط او طلبات او السعوديه، هذا شيء مفروغ منه. الانتقالي تابع للامارات، فاذا اتفقت الامارات والسعوديه سوف يضغطوا على الطرفين للتوصل الى حل وسط بما يحفظ ما وجه الطرفين. اولا قضيه الحزم العسكري في عدن، اعتقد انه بعد الاسبوع الماضي وبعد تدخل الطيران الاماراتي اصبحت يعني مستبعده على الاقل في الوقت الحالي، وقضيه ان الانتقالي يسيطر على بقيه الجنوب حاليا لا يمكن، كون الاحداث الاسبوع الماضي اثبتت عدم قدرته على الصمود في وجه الطرف الاخر. اذا طالما انه لا يوجد حل عسكري فلا بد من حل سلمي. تفضل بالبقاء معي سيد عبد العزيز، ينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة شفيع العبد. أهلا بك معنا سيد شفيع، استمعت إلى ضيفي عبد العزيز، علق أن الشرعية أيضا والمجلس الانتقالي فاقدا الأهلية فيما يخص جديد الساحة السياسية اليمنية وأن الحوار لا قيمة له، كيف تعلق أنت على هذا الموضوع؟ أعتقد أن من يسوي ما بين أو يساوي في الحديث ما بين الحكومة اليمنية وما بين المجلس الانتقالي هو بالضرورة يسوي ما بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، على اعتبار أن يضعهم كلهم في زاوية واحدة أو في مقام واحد، وهذا يتناقض كلية مع المعطيات الموجودة على الأرض ومع المعطيات التي جاء من أجلها التحالف العربي. الطرح الذي تحدث به تنتمي اليها ضيفك الكريم جاءت من اجل دعم هذه الحكومه ودعم الشرعيه اليمنيه باتجاه استعاده باسط سيطره الدوله على مختلف الاراضي اليمنيه. المجلس الانتقالي هو مجرد اداه كما نقول دائما انشاتها الامارات العربيه المتحده لممارسه اهداف خفيه ظهرت على السطح. نعم. على السطح اليمني بشكل عام، واخرها ما حدث من إذن سيد شفيع، كيف يفهم اصرار التحالف والسعوديه على جرجره الحكومه اليمنيه لهذا الحوار وفرضه كواقع امر على الحكومه الشرعيه؟ اولا الحكومه اليمنيه لم تعترف بالحوار ولم تذهب الى الحوار، ما يحدث في جده من قبل الحكومه اليمنيه هي لقاءات مع الجانب السعودي للتعبير عن رفض الحكومة اليمنية لممارسات الإمارات العربية المتحدة من
تشكيل الميليشيات المسلحة خارج جهاز الدولة، دعم هذه الميليشيات. لكن يعني نقلا عن رويترز، معذرة سيد شفيع، معذرة على المقاطعة، لكن هناك معلومات نقلت عن رويترز بأن مسؤول يمني صرح أن الحكومة بدأت محادثات غير مباشرة مع الانتقالي. كيف يمكن فهم هذا التصريح مع ما ذكرت وأيضا مقارنة بتأكيدات الميسري؟ ليست هناك أي حوارات مباشرة أو غير مباشرة مع ميليشيات الإمارات داخل عدن. الطرح الحكومة وموقف الحكومة اليمنية بأنه لابد أولا من تنفيذ ما جاء في بيان الخارجية السعودية وبيان المملكة باتجاه تسليم كل مؤسسات الدولة وتسليم كل المعسكرات التي تم السيطرة عليها من قبل ميليشيات الإمارات داخل عدن. ومن ثم إذا ما تم الالتزام من قبل ميليشيات الإمارات بهذا الطرح، على المجلس الانتقالي يتحول إلى أداة سياسية أو مكون سياسي، ومن ثم سيكون الحوار ضمن المكونات السياسية أو التحالف السياسي اليمني باعتبار أن هي المعنية بالحوار وليست الحكومة اليمنية. ولكن هذا لن يتم إلا بعد أن يتم الالتزام من قبل ميليشيات الإمارات. وكما قلت لك بأن قدر المشكلة الأساسية اليوم ليست ما بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لا بالعكس، علينا أن نسمي الأمور مسمياتها. قدر المشكلة الحقيقية هي ما بين الإمارات والحكومة اليمنية، انحرافات الإمارات عن الحكومة عن أهداف التحالف العربي. نعم. اتهامات الحكومة اليمنية بأنها تدعم الإرهاب، أيضا التصعيد الموجود ضد الحكومة اليمنية، واتهامات غير مبررة من الإمارات العربية. هذا ما طرحه الوفد اليمني على طاولة اللقاءات التي تمت في جدة مع الجانب السعودي. ليست هناك اي نقاط اساسيه فيما يتعلق بالذهاب الى حوار مباشر او غير مباشر مع هذه الميليشيات. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد شفيع. اعود اليك استاذ عبد العزيز. يعني وزير الداخليه اكد ان الحكومه الشرعيه ستعود الى عدن وسواء كان بالسلم او بالحرب، وان الجيش الوطني مستعد للقيام بالمهمه. امام هذا التصريح والاصرار بعوده الحكومه الشرعيه، برايك من اين يستمد الميسري هذه القوه؟ اولا ضيفكم الكريم يتكلم على ان الحكومه موجوده على الارض. حبيت أن أذكرهم أنه وكيل وزارة الشباب والرياضة ويحدثنا من القاهرة وليس من ملاعب عدن أو ملاعب صنعاء أو تعز. نحن أمام حكومة شخات وليس حكومة منفى. ولو طلبتم مسؤولا آخر لتحدث من إسطنبول وآخر من باريس وآخر من لندن. فالحكومة ليست موجودة على الأرض، الموجود على الأرض هو الجيش الوطني إذا جاز التعبير. عودة إلى سؤالكم. تطريحات الميسري قلت لكم بداية الحلقة أنها قد تكون من باب رفع سقف المطالب. نعم، لكن السيد عبد العزيز، هناك أنباء أفادت بأن وفد إماراتي رفيع المستوى وصل إلى السعودية. هل يمكن فهم أن هذا لربما موافقة من جانب التحالف على الدخول في تفاوض مع الحكومة الشرعية والإمارات؟ نعم، أكيد. لابد أن يتفاوضوا، طالما أن الحسم العسكري مش موجود لابد من لكل الأطراف من الجلوس على طاولة المفاوضات. للتذكير أن الحوثي هو الإنقلابي الأول وهو من دمر اليمن وقاتل اليمن وتفاوض سواء مع التحالف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. الحوثي تفاوض مع الإمارات باعترافات حسن نصر الله. الحوثي وصل في أول سنة للحرب يعني ذهب الى ظهران الجنوب، الشرعيه جلست يعني في جنيف واحد جنيف اثنين وفي الكويت وفي كل مكان مع الحوثي. فالاجدر بنا ان نجلس مع اخواننا في المجلس الانتقالي. نحن على فكره احب ان اقول الموقف الشخصي مؤيد للشرعيه، ولكن انا لدي علم وخبره في الحروب انها قلت او حروب الاستنزاف، لن يستطيع اي من الاطراف في الطرف الراهن ان يحسم المعركه عسكريا. فلنجلس على طاوله المفاوضات تحت مبدا لا تفنى الغنم ولا لا يشبع الذيب ولا تفنى الغنم، هذا بحيث نصل الى حل وسط مرضي يحفظ ماء الوجه لكل الاطراف. اما احنا نتقاتل الى الابد لا. تفضل بالبقاء معي سيد عبد العزيز. اعود اليك استاذ شفيع. إذا هناك معلومات أفادت بأن وفد رفيع
القوى على الأرض بين الشرعية والانتقالي، كيف يمكن فهم المشهد؟ وهل سيصبح موقف الانتقالي معزز أم ضعيف بعدما حصل له تدخل طائرة الإمارات؟ حقيقة منطقة محافظة أبيان، محافظة شب واهن، مناطق رمادية، بحيث أن الدور المناطقي لعب دور كبير في ترجيح كفة الشرعية. لكن موازين القوى الآن على الأرض، قبل معركة عتق أو معركة شبوة كان الجنوب نسبيا ولو معنويا بنسبة 70 إلى 80% يتبع للانتقالي. الآن في توازن قوى بالنسبة للسيطرة على الأرض، وبالنسبة للتفوق في السلاح أعتقد الطرفين متكافئان، كما أن الجيش الوطني ربما يمتلك عدد أكبر من الأفراد، لكن الطيران وخصوصا طيران الإمارات هو في صالح المجلس الانتقالي. أعتقد والله أعلم أن الكل راضي يظل الوضع العسكري كما هو حاليا، يعني الانتقالي في الأماكن التي هو مسيطر عليها، ثلاث محافظات الطالع ولحد وعدن وجزء من أبيان، والشرعية تسيطر على بقية المحافظات. نعم سيد عبد العزيز، ألا يعني تدخل طيران الإمارات أن المعركة مباشرة مع الإمارات وليست مع الانتقالي؟ تمام، أنا الحين الآن بنتكلم كل واحد مع حليفه، كل واحد الإمكانيات التي يمتلكها الانتقالي هي طيران الإمارات. نعم. وبالتالي الميزان لصالحه في ناحية الطيران، والإمكانيات التي تمتلكها قوات الجيش الوطني والشرعية هي عدد الأفراد والروح المعنوية المتدفقة حفاظا على الوحده، اضافه الى ان البعد المناطقي لمحافظه شبوه لمحافظه ابيان لعب دور، يعني بحيث انها بتقبل الطرفين. لكن ميزان القوى حاليا اعتقد انه التوازن على الارض الان نستطيع نقول انه موجود لكل الطرفين، وهو ما يسمح بمفاوضات سواء مباشره او غير مباشره مع الامارات، مع الانتقالي، مع اي طرف لايجاد حل وسط. أنا لست من دعاة الحرب، يعني حتى نشجع هذا الطرف، الحرب يعني قد لا نخرج منها بنتيجة، الأفضل الوصول إلى حل سلمي. أضف إلى ذلك المجلس الانتقالي ليس وليد اللحظة، الحراك الجنوبي بدأ من عام 2007، لكن اثبتت انها ما زالت قويه وموجوده على الارض، ليس بسبب القوات التي اتت من المارب، بل بسبب ضبابيه الموقف في ابيان، وبسبب البعد القبائلي والعشائري لابناء شبوه. نعم. عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. اعود اليك استاذ شفيع، يعني
وصول وفد رفيع المستوى من الإمارات، برأيك إذا ما تم التحاور ما بين الحكومة الشرعية والإمارات، ألا يعتبر هذا اعتراف من قبل الإمارات بأنها داعم للمجلس الانتقالي ومعرقل لعودة الحكومة الشرعية، أيضا تعتبر الآن أنها منقلب على أهداف التحالف؟ أنا في تقديري الشخصي أن لن يتم حوار، أيضا لن ترفض الإمارات بأنها تجلس على طاولة مع الحكومة اليمنية، لأنها ذاهبة في قيها باتجاه تفتيت النسيج الاجتماعي داخل الجنوب وإحداث حالة من الفوضى، وهو المشروع الذي تعمل عليه الإمارات ليس في اليمن فقط، وهو ما هو نلحظه في كثير من المناطق التي تتواجد فيها الإمارات في المنطقة العربية. الحوار إذا ما تم سيكون مع الجانب السعودي باتجاه تحقيق بعض الضمانات أو الالتزامات على الجانب الإماراتي، باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي راعية التحالف وهي التي دعت الإمارات للمشاركة في هذا التحالف. نعم، لكن ما هي هذه الضمانات إذا كان أحد ركني هذا التحالف قد انقلب أصلا على أهدافه الأساسية ومشروعيته للتدخل في اليمن؟ الضمانات فيما يتعلق بالنسبة للحكومة اليمنية هو أولا عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي داخل عدن، واستعادة كل مؤسسات الدولة، وعودة الحكومة لممارسة مهامها من داخل العاصمة المؤقتة عدن. غير هذا لابد أيضا من تحييد طيران الإمارات العربية المتحدة والجيش الوطني، لديه القدرة على حسم معركة عدن، وقد لاحظنا في الأيام الماضية عندما تقدم الجيش إلى مشارف محافظة عدن كيف انهارت ميليشيات الإمارات داخل العاصمة. إذا اليوم الكرة أيضا في ملعب المملكة العربية السعودية، عليها أن تلعب الدور الرئيسي باتجاه الحد من صبيانية الإمارات داخل اليمن. نعم، شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك، كما أشكر ضيفي من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. شكرا لكم متابعينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة أمين صالح، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.